بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صح عيدكم بلاد، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طبعا الفيديوهات اللي عملتهم في القناة بزاف، لكن كاين ناس جدد تدخل وما تشوفش يعني قوائم التشغيل اللي عملتها لكم لي ميلونج، لذلك اليوم راح نعطيكم ميلونجات جديدة او ميم طون، تفتيح للشعر، تغطية للشيب، صباغة بدون ديكاباج لكل انواع الشعر، سواء كان شعرك غامق ولا فيه ليماش ولا هبطت لي غاسين ولا عندك الشيب، راح تلقي هنا ميلونج. وكي تحبي تشوفيه بالتطبيق العملي فراح نخليك رابط الفيديو، اوكي؟ وراح نعطيكم ميلونجات جديده اخلاص هنا في الفيديو، راح ان شاء الله تديروها ان الناس اللي حابه تفتح. تابعوا معي جيدا هذه الميلونجات. راح نبدا بالبنات وبامهاتنا اللي عندهم الشيب، فراح نعطيكم ميلونج الاول اللي هو 10.0 البلاتين في اندريا، ومعاه نصف من 6.0 وواحده فقط اوكسيدون 20 فوليوم. ان لم يوجد ديروا 30 فوليوم، زيدوا له ملعقه تاع بلسم. هذا الميلونج يخفي الشيب تماما وتقدر تجبدي عليه ليماج، وهو لون يعطيك بني عسل غامق، يناسب كامل السمروات والبلوندات، واللي تحبوا يجيها على فواتح فتجبد ليماش فقط، راح يعطيكم واحد اللون رائع جدا. ثاني حاجه اللي هو الميلونج تاع يما، درته لها وكنتوا سقسيتوني بزاف عليه، راهو كاين فيديو كامل على ليماش ولا كيفاش درتها لاباس تاع الشعر، اللي هو 11 كامله اللي هو اسمه اشقر رمادي طبيعي 11 كامله، ومعاه نصف من 12. اذا عبوة اشقر رمادي عليها النص من رقم 12، رقم 12 راح نعطيكم الاسم في الدول الاخرى. اشقر ذهبي، اذا عبوة من اشقر رمادي ونصف من اشقر ذهبي وواحدة فقط اوكسيدون. الروح الميلونج هذا يليق على كامل انواع الشعر، سواء كان شعرك من رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، يعني راح يفتح لك الشعر الى 5 درجات. وهو ميلونج طبعا يعني رائع جدا، يخدموا به كامل الحفافات في الصالونات في لوريات، اللي هو رقم 21. رقم 21 هو اشقر فاتح ثلجي، اشقر فاتح ثلجي، ثم نضيف عليه قد بالضبط 22 اللي هو الرقم في لوريات، لكن هنعطيكم في طبعا في الترقيم الدولي ما تاخذوش الرقم، خذوا الاسم واللي هو النوازيت اشقر بندقي، فناخذوا نفس الكميه وناخذوا عليهم قدهم اوكسيدون، يعني زوز عبوه اوكسيدون، ونزيدوا لهم رشه تاع بلوندور. واللي ما عندهاش بلوندور ما تحبش دير بلوندور، دير مغرف تاع بي ان، راح يطلع لكم اللون في واحد العسلي يهبل. وعندما يكرر هذا الميلونج على الشعر البنات راح يوصلكم الى الاشقر الغامق، يعني حيعطيكم لون يهبل. مي كي تعودوه تخلوه ربع ساعه فقط. اذا نروحوا الان الى ميلونج هبال تاع صح، كان حصري على قناتي وجامي يتحط في الانترنت، اللي هو 11 كامله ونص تاع 7.1 وواحده اوكسيدون، فهذا من اروع الوان العسلي، يعني هذا هو العسلي الفري، رائع جدا. تحطوه على شعركم الطبيعي، تخلوه يعني حتى تشوفوا لي غاسين تاعكم تفتحوا الجذور، قصدي الجذور واللي بوينت، وتغسلوه ما عندوش وقت معين. اذا عبوه من 11 والنصف من عفوا وربع من 7.1 وواحده اوكسيدون، يتحط على ليماش اللي هابطه، يتحط على لي غاسين اللي طلعت بزاف، ويتحط على الشعر الطبيعي. لكن دائما نقول لكم انه جامي تصبغوا صبغه فوق صبغه، كاين ناس تقول لك حطوها فوق الشاطه، حطوها فوق مثلا، لا، الصبغه لازم تخرج باش تلونوا الشعر، في حاله واحده تصبغوا فوق الصبغه كديروا ليماش الشارجي. اذا الان الناس اللي عندهم مشكله في الشعر تاعهم، راح يكون شعرهم ماشي او مفيري للغو وحابين لون باهي وحابين لون رائع جدا، يديروا رقم 27 اللي هو بني فاتح في اي ماركه عالميه، واللي هو 27 في لوريات، فاديروا البني الفاتح على اشعاركم 10 دقائق 5 دقائق، يعني انت ومسميت الشعر تاعك راح يتحول شعرك مباشره الى لون اشقر رمادي فاتح رائع جدا، ويريقل لك الشعر تاعك يهبل، فهذه رائع جدا. واللي ما يحبش يدير رقم 27 يدير رقم 6 فقط، يعني 10 دقائق راح يعطيكم نفس اللون. الان راح نروحوا لواحد الميلونج رائع جدا، يعني يعطيكم فوق ليماش تاعكم الهابطه ولا الشعر المخلط لون جميل، يعطيكم واحد الاشقر رمادي رائع جدا، اللي هو 11 كامله ونصف 6 وواحده اوكسيدون. ديما تراقبوا لي غاسين وتراقبوا شعركم، يعني ما تفوتوش 20 دقيقه، كاين ناس بزاف يعني خرجين بالخوف اللون. اذا 11 كامله ونصف 6. كذلك سنأخذ على الشعر الطبيعي، إذا كان شعرك طبيعي خلاص وحبيتو ديريه في الشوكولا فديري 11 كاملة مع 10 كاملة وواحدة عفوا زوز أوكسيدون، راح يعطيكم لون عسلي مع تكراره كل أسبوع، يعطيكم لون عسلي. واللي يحبوا في الشوكولا يخليه مرة واحدة على شعر طبيعي ولا فيه ليماج، راح يطلع لكم روعة، ولا عندكم الشيب نقص الأوكسيدون حيطلع لكم.
إذن راح نروح الآن إلى لون جميل جدا وهو من أحد درجات العسلي اللي هو 11 كاملة وكذلك النصف من 37 وواحدة ونص أكسيدان على شعر طبيعي أو شعر هبطلي لغسين أو شعر فيه الشيب، يعطيكم يعني تفتيح رائع جدا. إذن البنات الآن راح نروحوا لحد البنات يحبوا اللون البنفسجي يكونوا عملوا اللون البلاتين ويكونوا كرهوا منه وحابين يحولوه إلى فيولي، هكا لون جميل جدا يليق على السمروات والبلوندات، المهم يكون سنك صغير لأنه لون يعني شبابي. راح ناخذوا توب بلاتين ومغرف فقط صغيره تاع مصحب بنفسجي. راح تسقسوني بالمصحب بنفسجي وين يتباع، راح تلقاوه في كامل لي غام تحت اسم بنفسجي، هي صبغه بنفسجيه يعني ما عندهاش اسم. حنا في الحلاقه والتجميل نسموها مصحب بنفسجي لكن هي صبغه بنفسجيه. روحي لاي ماركه تلقي فيها فيولي موف اشريه وخلاص، فيولي موف اشري وزيدي مع البلاتين اللي هو 10.0 في اندريا 25 في لوريات، مغرف صغير واذا حبيتي غامق كثري ديري ربع عبوه مع وحده اوكسيدون. اذا البنات راح نتحدثوا الان اذا حبيتوا راح نعطيكم ارقام فقط يعني تندار هي كهي كمفتح لون وكصبغه مفتحه اللي هي 8.1 9.1 تحطوا على شعركم ربع ساعه ما تفوتوش، واللي شعرها عنيد تزيد شويه وتراقب لغسيل، وبعد ذلك تقدر تقعد سمانه وتعاود دير نفس الرقبيه 8.1 مع 30 فوليوم 9.1 مع 30 فوليوم، واللي تحب ما يطلعلهاش في الغو ما يفسدش لها زيدوا مغرف صغير، وهذا سر من اسرار الحلاقه والتجميل تاع 7.1 يا مع 9.1 يا مع 8.1 يخرجك يهبل يا بنات يعطيكم واحد اللون توب اوف ذا توب. الان راح نروحوا لوحده الموضوع مهم جدا اللي هو تفتيح الشعر الى الاشقر النحاسي. حبيتي تصبغي شعرك اشقر نحاسي كل ما عليك انك تديري رقم 23 في لوريات على شعرك 20 دقيقه وتراقبي، راح تحول ليك نحاسي هبل. واذا كنتي حبيتي نحاسي فاتح جدا ديري رقم 21 لوريات مع 30 فوليوم وديري قد حبه الحمص مصحح اخضر، وان لم يجد ديري رقم 38 مصحح ازرق، لكن الاخضر خير لانه ما يخليش الجذور تاعك تولي حمراء. رائع جدا. راح تقولي لي بلي عندي ليماج، ديريه راح يولي لك ليماج في الدوغي وراح يرجع تاع النحاسي هذاك يولي اشقر نحاسي كيما ديما حب الايجار رائع جدا. واللي تحب تدير عسلي بهم اللي هو رقم 23 و22 نورمال ديروا بهم العسل لكن ما تطولوش بهم، يعني لازم عليكم كل 5 ايام 6 ديروا به تفتيح لمده ربع ساعه فقط وتغسلوا. لكن اذا كنتم يعني حابين كيما نقولوا حنا ديروا يعني لون يكون صح نحاسي ديروا عادي خلوه طولوا به راح يعطيكم لون نحاسي، وان شاء الله نخليكم روابط الفيديو في القناه باش تشوفوا الفيديوهات. الان الناس تموت على النحاسي وشعرهم فيه الشيب وكذا، فراح نعطيكم ميلونج رائع جدا جام يتحط في القنوات اللي هو رقم 17 كامله ومغرف صغير من بني شوكولا ماغون شوكولا في اي ماركه في اندريا دوتي اللي هو 5.4 في لوريات اللي هو رقم 27 تقدروا ديروا 27 فقط اللي هو بني لانه ما عندهمش ماغو شوكولا، فديروه راح يخرج لك مهبل مغرف صغير مع رقم 17 فوق شعر مخلط فيه اللغو فيه البرتقالي فيه مش هابطه، او انت تفتحي بالبيان وديريه يعطيك اللون جميل جدا جدا. الان راح نروحوا لواحد النوعيه تاع ناس عندهم ليماج وحابين يبهوا ليماج تاعهم وحابين يعطوا لهم اكلا وحابين ايضا ما يخسروش الجذور تاع الشعر وما يفتحوهاش، فهنا اخواني اخواتي راح نعطيكم بعض الارقام الرائعه جدا تعملوا بها الغنسه. الغنساج هو عبارة على واش، هو احياء للون ليماج. مثلا انا درت ليماج تاعي في البرتقال عفوا في الاصفر فحبيت كرهت منها راح حبيت ندير لون اخر، واش ندير حبيت نحولهم بلاتين من اصفر الى بلاتين، راح نهز قد حبة الحمص رقم واحد اللي هو الاسود الغرابي في اي ماركة عالمية، في كنتي في الجزائر في المغرب في تونس في ليبيا هزي اسود غرابي هو رقم واحد يعني هذا الرقم دولي، هزي منه هاك قد حبة الحمص واحكمي زيدي معاه فنجال بالضبط اوكسيدون نحبك تذوبيه مليح 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 هذاك الواحد تاع سنتيمتر من الاسود الغرابي ذوبيه مليح وزيدي له فنجال تاع شامبو وزيدي له بالضبط نص كاس ماء خلطيهم جيدا واحكمي روحي للدوش يكون شعرك مبلل، ورغوني صدقوني شعرك من كان اصفر يعني موزي راح يتحول الى اللون اللي تحبي انت اللي هو البلاتين يعني يرجع ابيض، واذا طولتي به يرجع لك في الجري يعني انت تتحكمي في الصبغه تاعك. الان اخواني اخواتي الحلوات العسل اللي حابين يفاصوا ليماج وكرهوا يعني حبيتي تفاصي ليماج تاعك وكرهتي منهم ديري رقم 27 فوق ليماج، واش نقول لكم يعطيكم واحد اللون يهبل وحتى اذا كان عندك شيء بيخفيه. ايضا ديري رقم 29 هذه الارقام رائعه جدا يعني وماهيش كاين ديما في الحفافات ديما يخدموا بخمسه وربعه وثلاثه عليه، ديروا الوان اخرى عندكم 28 عندكم 27 عندكم 29 يعني الوان جميله جدا.
ايضا الناس اللي عندهم ليماش وحابين انهم يفتحوا لي غصين، وبالإضافة أنهم يزيدوا بهو لماش وخلوها تهبط. كل ما عليكم يا حبيبتي أنكم تهزوا 25 كاملة، 25 كاملة، وتهزوا معها قد حبة الحمص مصح أزرق وتحطوا على شعركم ربع ساعة فقط وترقبوا، ونشوفوا لي غصين تاعكم بدت تروح للعسلي، لماش تاعكم راح يرجعوا بيض أكثر أو دغي أكثر حسب اللون اللي انت بخرجاته، ويعطيكم لون رائع جدا. الآن الناس اللي حابة تزيد تفاصيل لماش وكرهت منهم يخرج ليه من لون يهبل وشعرهم مخلط وفيه شيب، ديروا رقم 18. رقم 18 من اروع الارقام اللي تتحط على الشعر الشايب يعني، واللي فيه ماش واللي هكا يعطيكم واحد اللون احترافي، جربوه مش راح تندموا. الان الناس اللي تحب احمر شعله روحوا ديروا شعركم بالبي ان يرجع برتقالي، ثم هزوا رقم 44 اللي هو احمر شعله في اي ماركه عالميه حطوه على شعركم، راح يعطيكم واحد اللون هايل يعني لدرجة ما تصوروهاش، رائع جدا جدا جدا، راح يعطيكم لون رائع جدا. انا نعطيكم اخر رنساج كنت عدلته لكم في الفيديو الجهات السابقة وحطيته لكم، اللي هو تيوب كاملة من 10.0، تيوب كاملة من 10.0 في اندريا، وعليها مغرف صغير 8.1، وعليها فنجانين اوكسيدان وفنجانين شامبوان وكاس ماء، ورغم بشعركم يكون مبلل راح يعطيكم يا البنات واحد اللون يهبل، واللي هو الاشقر الرمادي، عفوا الاشقر المخضر الفاتح كيما تاع الاجانب يعني بين لون كانه طبيعي. اذا اعطيت لكم ميلونجات بزاف هنا، فقط عليكم انكم تحطوا الفيديو، تحطوا هذاك الكاس تاع قهوه وتجيبوا كرني كيما وحده كيما اي واحد حاب يتعلم يجيب هكا كرني ولا كراسه صغيره ويبدا يكتب لي ميلونج ويكتب قاعده الشعر ويكتب لواش الميلونج هذا مليح، وتدخلوا لصندوق الوصف تكليكوا عليه تلقوني حاطت لكم لي فيديو اللي طبقتها، والحمد لله راني يعني كل مره نحط لك من جديد. وكاين واحد لي ميلونج هي تسمى يسموهم لي ميلونج بروفيسيونيل تاع صالونات الحلاقة العالمية، راح نحطهم لكم، راح يكونوا حصريا جامد تحطوا في الانترنت، وما تنسوش تشوفوا رابط تاع كيفاش تعملوا بالاياج عفوا اومبري. الناس اللي ما تحبش تقرب لي غاسين اصبغوا ديما من تحت وتحصلوا الوان جميلة وبدلوا لوك تاعكم بدون ضرر. كان هذا هو فيديو اليوم، انتظروا فيديو قريبا رائع جدا عن واحد الصبغة راح نديرها فوق الامبري طلبتوها مني. تهلاو في روحكم والسلام عليكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك بارطاجوه في الجروبات، والسلام عليكم.